مساء الفل والجمال على كل متابعين شبكة قنوات صدى البلد وخاصة صدى البلد 2 وبرنامج صحتك وبس مع دكتورة سارة المهدي. قطر جديد ويوم جديد وإشراقة جديدة، وللأسف دخلنا على فصل الشتاء. الدنيا تلج النهاردة وبقالنا أسبوع الدنيا تلج. طب احنا بقينا ناكل كتير؟ انا اولكم، خلينا نتفق ان احنا النهارده هنتكلم على عادات تغذيه علاجيه كنا بنعملها صح، وحاجات عادات للاسف في التغذيه سيئه بنعملها غلط وتورثناها. ممكن نكون شفت جدي وستي كانوا بيعملوا ده، او ممكن يكون ده اختراعاتي وفاكره ان ده الصح لكن ده الغلط. وكمان معانا النهارده من احدى فقرات برنامج صحتك وبس دكتور محمد عبد العظيم، صيدلي وخبير التغذيه العلاجيه، اللي هيكلمنا عن ازاي نقوي مناعتنا ومناعه اطفالنا ومسلمي المدارس، نحارب جسمنا من الفيروسز والبكتيريا. دور البرد بقى في كل بيت مصري دلوقتي، ولو في فرد اخذ الدور بيلف على البيت كله. نقعد في شهر كده بنسميه شهر كبيس، كله عيا وكله فيتامين سي وكله عصاير بقى وبرتقان وجوافه، نبتدي ان احنا جسمنا يستوعب تغيير الفصول. طالعين من فصل صيف كان شاق جدا وحر جدا، وكنا برضو بنحاول ان احنا نحافظ على مناعتنا، بس صيف السنه دي برضو كان مختلف لعدم التوعيه بان انا انزل البحر واطلع لابسه نفس اللبس بتاعي اروح اتغدى واتعشى، فطبعا بتاخد بنقول عليها لطشه الهواء. فكنا برضو راجعين من الساحل بالتهاب رئوي، ببرد، بانسداد في الشعب الهوائيه، ايا كان بقى انت الفيروس بيجيلك فين او بيضرب جهاز ايه. ما ننساش ان احنا الحمد لله فيروس الكورونا ابتدى يكون اقل، بس ما ننساش ان في كورونا، وما ننساش ان في فيروس متحور، وما ننساش ان في عدوى بكتيريه مع الفيروسز. يعني مش عايزين ننسى الاحتياطات اللي احنا المفروض نعملها احنا ككبار، واطفالنا كمان نعلمهم في المدارس احتياطاتنا احنا ككبار. المناعه، عملت مشروب قبل كده لزياده المناعه، كنا حاطين فيه عسل وجنزبيل وليمون، وقلنا ده الصبح حلو قوي للناس اللي عندها التهاب في الحلق والناس عندها الابر ريسبيراتوري تراكت انفكشن اللي هو عدوى الجهاز التنفسي العلوي، بالكحه بقى، بالبلغم، بالتهاب للشعب الهوائيه. ناس كتير بيبقى عندها مشكله التهاب الجيوب الانفيه في الوقت ده نتيجه الاتربه ونتيجه تغير الجو. فكل حاله وكل فيزيكال ابيرنس للحاله وكل حاجه اسمها دايجنوز او هو تشخيص للحاله ليها علاجها. يعني ما ينفعش انا بقى قاعده الكافيه ايه ده، بقول لك ايه بس جرب المنتج الفلاني ده خفف لي البرد في ثانيه الا ثانيه. خلوا بالكم ان الادويه سواء الانتي بايوتيك او سواء المضادات البكتيريه او مضادات الفطريات او حاجه بتعزز او بتنشط الجهاز المناعي، ما ينفعش كل حد مجرب حاجه تنفع له، وما ينفعش ان احنا ناخدها بدون استشاره طبيب. يعني الافراط من استخدام الانتي بايوتيك او المضادات الحيويه مشكله كبيره جدا. واحد جاله دور برد هو عباره عن عطس بس او زكام من غير ولا في كحه، لا هي بقى مصحوبه ببلغم ولا كحه شديده بقى وبنقول عليها بتبقى ناشفه اللي هي دراي كف، ما فيش اي اعراض من الاعراض دي، وما عنديش مشاكل في النيزل ريسبيراتوري تراكت، يعني ما عنديش مشاكل في الجيوب الانفيه، واجي اخد مضاد حيوي. اكبر غلطه بنعملها، انا جالي دور برد يجري ياخد مضاد حيوي. البرد هو عباره عن فيروس اللي هو فيروس الانفلونزا العادي، يا اما لو لا قدر الله الكورونا فيروس، فان اخد مضاد حيوي انتي بايوتيك ده انتي بكتيريال، ده مضاد للبكتيريا، فازاي اخد مضاد للبكتيريا؟ ده انتي فيروس. افراط من المضادات الحيويه بيقلل المناعه وبيزود الاصابه طبعا والعدوى باي امراض ثانيه او اي عدوى بكتيريه ثانيه او فيروسيه، لان انت عندك فيروس وانت بتاخد مضاد حيوي فبتقلل مناعتك، مش عارف يحارب الفيروس، وفي نفس الوقت انت بتاخد ده غلط. فالافراط من المضادات الحيويه بدون استشاره صيدلي او طبيب غلط. ما ينفعش اول ما يجي لي دور برد اللي هو العطس العادي ولا الرشح العادي اروح انا جاريه واخده انتي بايوتيك، غلط. انتي بايوتيك لو دراي كاف، لو بنقول كحه ناشفه او مصحوبه ببلغم، هنا حصل بكتيريا مع الفيروس بقى عندي اتنين عدوى. طبعا اقوى علاج اللي احنا ناخد الحاجه اللي هي يا اما مضاد للفيروسات يا اما ادويه ومكملات غذائيه بتعزز المناعه، بتبقى حاجه اسمها اميونو سبلمنت، يعني بتنشط المناعه، او اميون ستيمولنت يعني بتعزز الجهاز المناعي. الاشربه، المشروبات اللي احنا بنشربها لازم تكون بتعزز المناعه، فيتامين سي، عسل النحل، الجنزبيل ما نقطعهوش، الوقت ده مطابخنا كلها يبقى فيها الجوافه،
ورق الجوافة من العطار، يبقى فيه فيتامين سي في أقل صوره، يعني سواء بقى ليمون برتقان، وطبعا الجوافة موجودة. الصبح المشروبات الدافية أو السخنة اللي تكون بتعزز المناعة زي الجنزبيل. بنجر ما ننساهوش في فصل الشتاء خالص، واتكلمت قبل كده وعملت سلطة بنجر قبل كده وقلت لكم يا جماعة البنجر مهم جدا 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 كمشروب لزيادة المناعة أو السيرم في الريتين، لأن هنا لو الهيموجلوبين وقع مني وأنا عندي عدوى بكتيرية وعندي أنيميا وعندي إميون سيستم ضعيف ما عنديش مناعة، طبيعي أفضل طول الشتاء أنا تعبان وعيان. عندنا حالات بنسمع عنها في بيوت كتير، ده بقاله شهر دور شهر العياء شهر مش عارف يخف منه، طب خد ادويه بياخد ادويه، هنا المناعه محتاجه نقويها. طب نيجي لاطفالنا الحلوين، احنا نازلين المدارس لازم نقول لهم الاحتياطات زي احتياطاتنا بالظبط. الفيس ماسك، هو انا ليه ما بقتش اشوف كمامات؟ انا بقيت امشي دلوقتي في الشارع بشوف في الاماكن الناس ما بتلبسش كمامه. طب يا جماعه احنا وقت دلوقتي انتشار فيروسات وبكتيريا، خلاص احنا قلنا الحمد لله ربنا كرمنا وتغلبنا على فيروس كورونا، بس ليه مش مكملين في الاحتياطات؟ البرد، ما هو اصلا الكمامه دي معموله سواء البرد اي حاجه بتعدي او اي فيروس او بكتيريا بيعدي من خلال ملامسه اسطح، ان انا احط ايدي كده على تيبل قبلها حد عطس الفيروس انتشر فانا حطيت ايدي، بعد ما حطيت ايدي رحت انا عامله كده مثلا وانا بتكلم خدت الفيروس، حد من خلال رذاذ الماء عطس على الكرسي اللي انا قعدت عليه، حد مثلا هو استعمل التيشو بتاعه المنديل وحطه في مكان على تيبل، طبيعي كده دي نقل الفيروس والبكتيريا. بنستعمل الالكهول، بس ما تنسوش ان الالكهول سبراي اللي احنا بنرشه ده مضاد للبكتيريا، ممكن ارشه على الاسطح اللي انا قبل ما المسها، ممكن ان انا استعمل انتي سيبتكس تانين. غسيل الايدين قبل وبعد الاكل واثناء اليوم كله مهم جدا جدا. ما انا اي تاتش ذا ستيبل، يعني خلاص انا حطيت ايديا بقى فيها فيروس، ما ينفعش بقى اروح حاطه ايدي على بقي وحاطه ايدي، هغسلها كويس جدا. طريقه غسيل الايدين اتكلمت عنها قبل كده في حلقه، بس علموا برضو ولادكم وعلموا انتوا كمان نفسكم ان انتوا تبقوا قدوه ليهم، انتوا تعملوا ده قدامهم. بص انا بغسل ايدي اغسلها زي نقعد قد ايه 10 ثواني بس، مش انا بقى مش بعمل كده وخلاص، لا هو انا بعمل كده وبين الصوابع والضوافر، لان النيلز اكتر منطقه بتحمل بكتيريا وفيروسات. انا عارفه بنات الجل والاكريليك دلوقتي وانا منكم اصلا بعمل ده، بس باجي لو انتم ملاحظين بقى لي كذا حلقه من ساعه ما بقى في عدوات بكتيريه و و و ما بقتش حتى ايفن اركب النيلز العاديه ولا نعمل جل واللي هو الاكريليك وكده. ليه؟ عشان دي اكتر حامل وناقل للعدوى. هو انت مش طالعه لك البكتيريا مش متشافه. اه طب بس انا طول الوقت يا دكتور برش الكحول. خلاص طالما انت طول الوقت واخده بالك من البريكوشن اوكي. الولاد نعلمهم يلبسوا الفيس ماسك، يعلموا نفسهم ان هم يرشوا الالكحول على الديسك او التيبل قبل ما يقعدوا، اللانش بوكس بتاعهم محدش يلمسه غيرهم، اكلهم يبقى بيهم، لو عرفتوا تجيبوا الجلافز البلاستيك ان هو يلبسها قبل ما ياكل الساندوتش بتاعه يبقى يا ريت. طبعا مشروبات تعزيز المناعه، تحاولوا ان انتوا تدوهم مشروبات دافيه الصبح، لازم عصاير فيها بنجر وفيها فيتامين سي وفيها عسل النحل عشان نقوي المناعه، وما تنسوش اللانش بوكس يكون متكامل بالفيتامينات والمعادن، سواء بقى على شكل هتسلقي بيضه، هتعملي له ساندوتش فول، هتعملي له جبنه تشيز بالجرجير بقى. كل ما هو لونه اخضر بقى مش موجود في اللانش بوكس، انا بقيت اشوف سويتس وبلاقي اشوف سكريات وحلويات وديزرت. جرجير، خس، الخيار، الطماطم، الفلفل، الكابوتشا، الفلفل كمان الالوان اعلى في الفيتامينز من الفلفل الاخضر، بس لو في فلفل اخضر يبقى فلفل اخضر. طبعا في قصه القصص الهايله بتاعه تقويه المناعه وازاي ندخل على فصل الشتاء واحنا داخلين موسم المدارس، ما ننساش جسمنا واكلنا. وانا اول واحده فيكم دخلت مود اكتئاب فصل الشتاء، اللي هو ايه ده تغيير الفصول بيعمل مشكله سيكولوجيه. ونصيحه بنصحها لاي حد، انا عارفه ان الوقت ده وقت توتر وستريس جدا، محدش طايق حد، فنحاول ان احنا نقلل الاحتكاك الاجتماعي عشان المشاكل ما تزيدش. خلاص جوزك قال لك كلمه عديها، مراتك قالت لك كلمه عديها، ابني اصلا مش عارف عديها، لان الوقت ده اكتر بالذات فصل الخريف اكتر وقت بتزيد فيه المشاكل والاسترس عشان التغيير الجو والتغيير الهرمونات، لان احنا كمان التغير الهرموني بيبقى متوقف على تغيير الجو. فخلينا كده نبقى في سلام ونعدي فصل الخريف على خير ونتقابل بالشتاء كده واحنا راضيين، واهم حاجه نكون راضيين بجسمنا. جسمنا يبقى اكلنا، ما احنا دخلنا مش طايقين بعض وفي ستريس وتغير هرموني وتقولي وتغير مناخ وقصه كبيره، يعني هناكل، يعني ايدينا مش هنبطل اكل. واكتر حاجه فصل الشتاء، فصل الصيف والشتاء، بس اكتر في فصل الخريف هتلاقوا ناس كتير بتاكل سكريات وحلويات بطريقه بشعه جدا.
كميه اكل السكريات دلوقتي، حتى انتوا لو ليكوا يعني معارفكم في ديزرت شوبس او محلات حلويات، هتقول له اكتر بيع امتى؟ هيقول لك والله بيع الفصل ده، الوقت ده انا ببيع تورت وحلويات اكتر. هتلاقي الافران السحب على القرص اللي بالعجوه وبالملبن واللي بالسكر اكتر والفطير اكتر. طب ليه؟ نبقوا ربطنا اصل المدارس وبيجيبوا للولاد عشان يحطوا لانش بوكس. لا، احنا بالتوتر بنحب ناكل سكريات كتير عشان ندي نفسنا طاقه، عشان الواحد يحس ان هو مش مكتئب ولا داخل في مود ديبريشن. طب ما احنا عايزين نمسك ايدينا عشان بنرجع في الصيف نعيط، عشان الناس اللي لسه ما نزلتش في الوزن، عشان الناس مريضه السمنه. ده بيزود اكتئابهم اتنين، فصل خريف وكمان اكل سكريات، وانا اصلا زايد في الوزن، فانا هطلع من الشتاء ما يعلم بيا الا ربنا. بيبقوا داخلين في مود اكتئاب لوحدهم مجرد ان هو افتكر ان هو هياكل واللي نفسه فيه. فعايزين النهارده هنسمي عروض النهارده عروض فصل الخريف، لا للاسترس لا للاكتئاب، بالعكس هندخل بطاقه ايجابيه فصل الشتاء، وهنجيب كل اللبس الشتوي سليم فيت. لاني بقى انا بقيت دلوقتي ماشيه الايه الموضه دي، بقى اللبس كله فت والبنطلون بقى فت احنا كنا بنستخبى في لبس الشتاء، كان فين الجواكت البامب؟ لا خلاص الموضه دي راحت، والمنتهات حتى المنتو والكوت بقى سليم فت، بقى بيبين تفاصيل الجسم. فنعمل ايه يا حبايبي يا حلوين؟ هناخد المنتجات عشان نزود سرعه الحرق، نزود عدد ساعات الشبع، نسد الشهيه، نتخلص من الدهون المتراكمه. الناس اللي زايده في الوزن اصلا اوريدي تنزل في الوزن وتكمل فصل الشتاء وتخش الصيف بوزن مثالي. طب الناس اللي خايفه برضه هتكمل فصل الشتاء بدون زياده في الوزن. عشان كده عروض النهارده هم ثلاث كورسات هنسميهم عروض الخريف، عروض البهجه، عروض الطاقه الايجابيه، وعروض الصحاب. عشان احنا دايما زي ما بنتجمع في الخير لازم نتجمع زي ما بيقولوا على الحلوه وعلى المره. كلنا البيتزا مع بعض يبقى نخس مع بعض، كلنا الباستا مع بعض يبقى هننزل في الوزن مع بعض. واول عرض وانا ده افضل عرض وانا بحبه حتى للناس اللي اكتر من 40 كيلو، الناس اللي عايزه تزيد اكتر من 40 تنزل في الوزن اكتر من 40 كيلو، يعني وزنها زايد اكتر من 40 كيلو، خد عرض الصحاب لنفسك. اولا اكبر نسبه خصم 70%، اكبر عدد كورسات بيوصلك 13 كورس علاجي منهم 8 كورسات تخسيس بناخدهم على مدار 3 شهور، يعني كانك عامل 2 عرض كومبو او عرض مكثف في عرض واحد، لكن نسبه خصمه اعلى، عدد هدايا كمان اكتر، 6 هدايا، كريم العظم، كريم شد الترهلات، كريم البشره، واقراص فيتامين د، مهمه جدا للشعر والبشره والنضاره، واقراص فيتامين د مهمه لامتصاص الكالسيوم ومهمه لزياده سرعه الحرق. وعارفين اهميه فيتامين د، وعايزه اقول لكم ان تقريبا 90% من الشعب المصري عندنا ناقصه فيتامين د، لان مش كل يوم بناكل كبده، مش كل يوم بناكل سي فود، مش كل يوم بناكل المكملات الغذائيه اللي احنا بنحتاجها جسمنا، فلازم اخدها في صوره سبلمنت. ففيتامين د مهم جدا كمان للاطفال، سبب الريكت او اللي بنقول عليها شلل الاطفال او الكساح او اللين العظام او مشاكل الولاد، تلاقي الولد هش، ده وقع وقعه صغيره ايده كسرت، حصل له شرخ عشان العظم هش، ده نتيجه ان هو ما بياكلش كالسيوم كويس وفيتامين د، لان فيتامين د هو اللي بيحسن امتصاص الكالسيوم، يعني كالسيوم من غير فيتامين د ما بيدخلش العظم. امتى الكالسيوم بيدخل مع في العظم؟ مع فيتامين د. فمهم جدا ان احنا كلنا نعمل تحليل فيتامين د في اي معمل، وناخد اقراص فيتامين د اللي بنقدمها هديه. تخيلوا بقى انتوا في الصيدليه ثمن العبوه فيتامين د، اقل عبوه 280 جنيه، دي تقريبا ثمنها مش هقول تلت ثمن الكورس، فتخيلوا 13 كورس علاجي تخسيس وبشره وشعر وكريم شد ترهلات وكورس كمان العظم وكمان اقراص فيتامين د هديه، بتكلفة أقل من 7 جنيه في اليوم الواحد، كأنك دفعتي في اليوم 7 جنيه، اقتصدي من يوم كل يوم 7 جنيه، شيلي ثمن الكورس كده على جنب، أنت جبتي حوشتي. طب يا دكتور والله لا ده أنا مش زايد أكتر من 40 كيلو، لا ده أنا زايد 20 25 30 كيلو، عايز بس أفضل نتائج في أسرع وقت، يبقى العرض الثاني من عروض الخريف هو عرض الكومبو أو العرض المكثف اللي هو خصم 60%. وعارفين بقى باي فور جيت فور والتصفيات بتاعت الصيف والديسكاونت، 4 منتجات عليهم 4 هدايا منتجات، 4 كورسات تخسيس عليهم الشعر والبشره اللي هو مالتي فيتامين د وكمان كريم شد الترهلات والبشره وكورس العظم مجانا بخصم 60%، ده عرض الكومبو. طب يا دكتور لا ده انا زايد ما بين 10 كيلو 20 كيلو، انا زايد بس 15 كيلو 13 كيلو، ايه الكورس المتاح او المناسب ليا النهارده؟ هيبقى عرض الثلاث شهور بخصم 50%،
وثلاث منتجات عليهم ثلاث هدايا، ثلاث كورسات تخسيس وان سليم وان فيت وان بيرفكت عليهم ثلاث هدايا، اقراص فيتامين د وكريم شد الترهلات وكريم البشره. كنت اتكلمت باستفاضه عن الكبسوله، واتكلمت في حلقه عن المواد الفعاله والناس اللي بتحب المواد الفعاله عشان بتخش بتجوجل سيرش وبتحب اول ميديكال باك جراوند بتاعهم. كنت قلت المواد الفعاله دي هعيدها تاني عشان لو انتوا لسه اول مره تسمعوا او اول مره تشوفوا البرنامج. الكبسوله مكونه من سيليوم سيد، سيليوم ماسك، الكارنتين، الكروميوم، فيتامين اي وسي واي، فيتامين د. مش بس كده، ده في الجارسينيا كامبوجيا، في منتجات معتمده على بس فاكهه الجارسينيا كامبوجيا. وقبل كل كلامي ان المنتجات كلها مرخصه من وزاره الصحه. بعد ما بقول مرخصه من وزاره الصحه او ان هي حاصله على اختيار هيئه وسلامه الغذاء، بنقفل الكلام ونبتدي نقول ايه؟ طب حتى جرب. تعالوا نسمع صوت المجربه اللي هتقول لنا دلوقتي الحاجه هدى خست قد ايه. مساء الخير. مساء الخير يا حاجه هدى. هترجع لنا تاني، انها كانت بتحاول تتصل بينا كتير، بس انا عايزه اقول لكم على معلومة حلوة جدا للطاقة الإيجابية، إن كل حالاتنا وأبطال كورسات وان سليم بتخس في الشهر من 8 ل 10 كيلو. هنسمع ده برضه من الحاجة هدى. الحاجة هدى، إيه حبيبتي عاملة إيه؟ مساء الفل، عاملة إيه جميلة؟ الحمد لله حبيبتي بخير والله الحمد لله. يا رب دايما يا رب. أخبار الرشاقة والصحة إيه؟ الحمد لله الحمد لله والله بخير الحمد لله رب العالمين. الحمد لله تستاهل حمد. أنا عايزاكي بقى الحمد لله حبيبتي، ربنا يخليكي ويبارك فيكي. قولي لنا انت كانت مشكلتك ايه الاول؟ يعني احكي للناس، انا عايزاكي تحكي قصه الحاجه هدى، كانت مشكلتك ايه وخسيتي قد ايه؟ انا كنت يعني 90 كيلو، يعني كنت رجلي مش قادره امشي بيها، وبصراحه يعني مش قادره امشي بصراحه خالص. يعني قعدت بتاع 15 يوم مش قادره امشي برجلي، ومش قادره اوطي اصلي، يعني كان في مشاكل كتيره يعني. الحمد لله اول ما بدات في الكورس الحمد لله بقت كويسه، يعني انا دلوقتي خسيت 9 كيلو في 21 يوم. الله اكبر، 9 كيلو في 21 يوم. الحمد لله رب العالمين. يعني انت دلوقتي 89؟ اه الحمد لله رب العالمين. مثبته ولا خلاص عايز ولا عايزه تنزلي؟ مكمله ان شاء الله. طبعا ان شاء الله. عايزه توصلي لكام؟ يعني 70 كده حلو الحمد لله. طمع في الصحه حلو، بس عايزه 19 كيلو كمان. دلوقتي بمشي الحمد لله، بمشي كتير دلوقتي الحمد لله رب العالمين، وبطلع 9 كيلو فرقت. 9 كيلو والله مش 900 جرام، ده 9 كيلو ده رقم كبير. انا عايزه اقول لك في ناس بتحلم تنزله في سنه، مش هقول لك في شهر. الله ده من فضل ربي عليا والله الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحمد لله. طب انا عايزه اسالك، كان اروح احفظ القران بس ويعني ربنا وصل وجمعه في المسجد وكده، ما تنساناش يعني بقى في الدعاء. ربنا يرضى عنك حبيبتي، ربنا يخليك. حاجه هدى، انت عارفه ان انت دلوقتي كانك شاركتي في هاشتاج الضلع الخيري كفاعله. الناس اللي بتتفرج علينا ومش واثقه انها تاخد المنتج او خايفه لسه تاخد القرار، تقولي لها ايه؟ لا لا غلطانين والله، قرروا بسرعه والله كده، اهم شيء الصحه، الصحه مفيش بعدها والله. والكبسوله امنه تماما وما عملتكيش اي مشاكل صحيه ولا حسيتي بدوخه ولا اكتئاب؟ لا الحمد لله رب العالمين. بتدلي اصحابك عليه لما حد بيسالك خسيتي بتقولي لهم على كورس وان سليم؟ طبعا طبعا كتير الحمد لله رب العالمين. قولي لهم بقى في عرض الصحاب النهارده خصم 70% وعرض الكومبو 60%، انت خدتي انهي عرض؟ انا خدت اللي هو الثلاث شهور اللي هو كان عليه فيتامين د وكريم شد الترهلات. النهارده عرض الثلاث شهور عليه خصم 50%. كان نفسي دكتوره في يعني في كريم اللي هو بتاع البشره، عشان يعني اول ما خسيت وشي بان عليه كده يعني. حاضر عينيا، بس كده خدوا رقمها وانا هبعته لك مخصوص لغايه البيت. الله يبارك لك يا حبيبتي. حبيبتي انا عينيا ليكي، تسلمي لي. ربنا يرضى عنك. احنا 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 نطول المشاهدين يطلبوا مننا اي طلب. شكرا يا حاجه هدى، ربنا يخليكي ويرزقك وتكملي رحله انقاص الوزن وتكسبي صحتك. هي فعلا قالت جمله حلوه جدا وقالت كلام فعلا يمس القلب، اللي هو يا جماعه اكسبوا ثواب في صحتكم، يا جماعه خسوا، لان فعلا السمنه وزياده الوزن ده مرض. لا دي لعنه، ما طلعش عز، ما طلعش ان انا ده العز اللي كنت باكله في بيت ابويا، ما طلعش ده، طلعت ان الصحه هي العز. الصحه ان اقف على رجلي، امشي، اتحرك زي ما قالت الحاجه هدى. ده انا بقيت انزل، انا كنت بحفظ القران بس بقيت اطلع وانزل واروح الجامع واتحرك وامارس حياتي الطبيعيه، حاسه ان انا خفيفه. ناس كتير عندها امراض مزمنه نتيجه السمنه زي الهايبرتنشن اللي هو مرض ارتفاع الضغط، اللي هو ارتفاع ضغط الدم، الترايجليسرايد، الكوليسترول. في ناس عندها مشكله الكبد الدهني، تجمع كده دهون، كيس دهني حوالين الكبد نتيجه اكل دهون كتير، اضطرابات المراره، حتى القولون العصبي بيتاثر بالاكل. كل الامراض والضغوطات دي بتبقى نتيجه الاكل والسمنه.
تعالوا نشوف صور لمجربين زي ما سمعنا صوت الحاجه هدى، نشوف صور ناس خست على كرسي وان سليمان، نشوف خست قد ايه في وقت قد ايه ونشوف صورهم حالا. يلا بينا. معايا حاله خست 20 كيلو في شهرين. يا دكتور ايه ده، ده انا نفس الحاله دي، يعني انا النهارده عرض ايه اللي مناسب ليا؟ عرض 3 شهور خصم 50%، عرض 3 شهور خصم 50% النهارده. الثلاث كورسات تخسيس عليهم 3 هدايا، كريم شد الترهلات وكريم العظم واقرص فيتامين د. يعني لو انت عايز توصل لنفس النتيجه اطلب انهي عرض النهارده يا دكتور؟ عرض الثلاث شهور بخصم 50%. وافتكروا ان دايما بقول لكم الحقوا العروض، والنهارده العدد محدود جدا في المخزن. نشوف تاني حاله او تاني بطل او بطل. طبعا هو كان لابس التيشيرت الابيض عشان او هو كان واخد الصوره دي ستاندرد في حياته، كرش وتسدي وزياده في الجسم كله، كان نفسه يلبس زي فورمال ويلبس الحاجات السليم فيت والتيشيرت. طبعا 25 كيلو في شهرين ونص رقم حلو جدا وكبير جدا. ده والله يا مرضى السمنه بسمعهم دايما بنسالهم كده في بدايه العلاج، عايز تخس قد ايه؟ يقول لي لو 5 6 كيلو حلوين، لو 10 كيلو حلوين. لا، ده بينزلوا بال 25 وال 30 كيلو وبيطمعوا ينزلوا اكتر واكتر. ثالث بطل بنوته. انا عايزه اقول لكم ان دي بنوته وشابه. هي كانت معايا على فكره ضيفه في البرنامج وقعدت هنا وحكت قصتها وقالت انا كنت بحب اللبس وبحب التحرك وبحب اتنطط وانا يعتبر شابه، البنات كلهم بيلبسوا زمايلي كل الالوان لكن انا ما كنتش عارفه البس الوان، فكانت دايما حاصره نفسها في اللون الاسود. لكن بصوا بقى اثبتت لنفسها ان هي تقدر تعيش سنها وتنزل 18 كيلو في شهرين. طب يا دكتور انا عايزه انزل في شهرين 18 كيلو 15 كيلو، انهي عرض النهارده؟ عرض الثلاث شهور خصم ال 50%، هيوصلكوا 6 كورسات. 6 كورسات يا دكتور. ايوه بس هي ارقام غاليه. لا ده انا هبسطها لكم، الناس اللي زايده اكتر من 20 كيلو ليكوا عرضين النهارده. لو هتشير في الخير مع صاحبك يبقى عرض الصحاب خصم 70%. 13 كورس علاجي بيوصلك، 8 منهم كورس تخسيس، 1 سليم و2 وان فيت، 4 وان فيت و2 وان بيرفكت، وكمان عليهم 6 هدايا، كريم البشره وكريم المالتي فيتامين وكريم العظم كورس العظم، وكمان شد الترهلات، كريم شد الترهلات حلو جدا. لسه كانت الحاجه هدى في مداخله بتقول لي يا دكتوره ساره انا عايزه كريم البشره مع كريم شد الترهلات لان انا وشي لما خسيت بان عليه. يعني بنحافظ على شعركم وبشرتكم كمان وبنخس في الوزن من غير ترهل في الجلد. في عرض الثلاث شهور، في عرض اللي هو الثلاث شهور هو يعتبر عرض الصحاب، عرض الثلاث شهور بس ده للصحاب خصم 70%، كانك دافع في اليوم الواحد 6-7 جنيه. يعني في متناول، متناول الجميع، عشان الناس بتبقى متخوفه تكلم ارقام التليفونات تقول لا ده هتلاقيه غالي، لا ده انا ايه ده 8 منتجات انا هاخد كل ده في اليوم. لا انت بتاخد كبسوله واحده بس في اليوم، كبسوله وان سليم اول شهر مع وان فيت، قبل الفطار وان سليم، قبل الغدا وان فيت، لمدة شهر عشان هنزل مش أقل من 10 كيلو في شهر. إيه ده يعني باخد كبسولة واحدة بس في اليوم؟ مفيش بقى إن أنا أقعد أخد القطرة دي قبل النوم وقطرة والتي دوت أشربه والأعشاب دي معرفش إيه والنقط والحقن. الهيدك ده كتير جدا على الجسم وعلى الكلى وعلى الكبد. هي كبسولة مالتي فيتامين طبيعية مرخصة من وزارة الصحة وحاصلة على إختيار هيئة وسلامة الغذاء، تتاخد الصبح ونسلم. هنزل مش أقل من 25-30 كيلو في 3 شهور، ده في عرض الصحاب. طب يا دكتور لا أنا لوحدي مش هشير مع حد أو أنا ما عنديش حد زايد في الوزن، يبقى فين هنا عرض الكومبو أو عرض المكثف؟ أفضل النتائج هتنزل 25-30 في أسرع وقت في 3 شهور بأمن وأفضل الطرق العلاجية، لأنه مرخص من وزارة الصحة وكل حتى الهدايا مرخصة من هيئة الدواء المصرية، حتى كريم كاستر المساج جل برضو مرخص من وزارة الصحة، الشحن والمتابعة كمان مجانا. يعني تقدر تكلم دكاترة التغذية العلاجية اللي فيه روشتة تدفع وفي مشوار بتروح وبتقعد في عيادة وتدفع فيزيتا وتدفع رقم كشف، وكمان بتيجي في إعادة الكشف أو بنيجي في الاستشارة بندفع كل ده تليفون او رساله واتساب مع دكاتره الفريق الطبي. يبقى عرض كومبو بخصم 60%، 4 منتجات تخسيس عليهم 4 هدايا. نيجي بقى للناس اللي لسه مش هنقول زايده قوي في الوزن، زايده ما بين 10-15 كيلو، افضل عرض النهارده ليهم عرض الثلاث شهور بخصم 50% وثلاث كورسات تخسيس عليهم 3 هدايا. جبت لكم طاقه ايجابيه، سمعتوا الحاجه هدى اللي خست 9 كيلو في شهرين، في شهر و10 ايام،
وشفنا كمان صورة الحالات المجربين. تعالوا نسمع المداخلة دي. أستاذة جمالات، ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ستي؟ الكل الصوت الجميل العسل ده. والله ده انت اللي قمر، ويعني ده كفايه اسمك. لا والله يعني اسمحي لي ان انا احييكي على اختيار الاسم، والله العظيم الاسماء الحلوه دي اللي كلها جمال. ربنا يبارك لك يا قلبي، ربنا يبارك لك يا قلبي، واسمع الصوت ده دايما على طول حبيبتي. نورينا. ان حضرتك بتدينا طاقه يعني فوق الحدود، وبجد بجد يعني انا ما كنتش بصدق اي حاجه بتيجي في التلفزيون، ما كنتش بصدقها الا البرنامج ده. الحمد لله. بقى عندي ادمان. طب الحمد لله. يا رب دايما كده نبقى عند حسن ظنك ودايما نقدم لك كل جديد. لا والله ده انتوا بتقدموا كل حاجه حلوه وكل حاجه جميله بتقدموها والله. حبيبتي ربنا يخليكي. طب كملي لي بقى الطاقه الايجابيه. ايوه يعني انت جبتي منتجات. جبت الشهر وخلص، وبدات النهارده في المنتج الجديد الثلاث شهور، وهكمل باذن الله لحد ما اوصل للدرجه اللي انا عاوزاها. طب واحدة واحدة، انت جبت الشهر وخسيتي قد ايه؟ خسيت 18 كيلو. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. فاكرة الحلقة بتاعت الحسد والبخور وطلعت اتكلم عن الحسد؟ اديني بقول الله اكبر اهو. قل اعوذ برب الفلق. الحمد لله. عايزة كل بفضل ربنا طبعا، ثم بفضلكم طبعا. والواحد لما بتكون عنده الشجاعة وعنده ان هو عاوز يعمل فيه بيخش كده فيه على طول، وبيتكل على الله وبيقول يا رب انت معايا. بقيتي عارفه تتحركي وبتعيشي طبعاً حياتك احسن طبعاً من الاول. طبعا طبعا. بقيتي خفيفه يعني في الوزن جدا جدا. الكبسوله يعني عملت لك اي مشاكل حسيتي بدونها؟ ولا حاجه. كانوا بيدوكي طب نظام حرمان؟ كانوا بيعسفوكي في الدايت؟ لا لا يعني لا. فريق الطب بنديله كام؟ بأكلها. كم من عشرة؟ 100%. الله أكبر. 100%. الله أكبر. مش هقول لك 10 على 10، لا 100%. حبيبتي ولسه مكملة. وطلبتي الثلاث شهور، طلبتي إمتى؟ طلبته من حوالي 15 يوم كده. وكنت لسه يعني كنتش لسه خلصت الشهر، الحمد لله خلص وبدأت النهاردة في الثلاث شهور. والهدايا وصلتك؟ والهدايا وصلتني. طب الحمد لله. الحمد لله ان احنا بنوعد وبنوفي، والحمد لله الناس بتسمع المداخلات عشان ما يقعدوش يقولوا لا صور المجربين والحالات دي فوتوشوب. لا 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 لا، كله حقيقي وكله فعلا كله يعني، وبيجي ببلاش، ما فيش اي حاجه بتدفعيها او شحن ولا توصيل ولا الكلام ده كله، ولا المتابعه. الفريق الطبي بيتابعك كويس جدا، في اي وقت بيرد عليكي؟ لا الحمد لله، ربنا يبارك لهم يا رب. واي حاجه بعوزها بيبعتوها لي على طول، وما بتقعدش يومين، يومين والثالث بتكون عندي، يومين والثالث وبتيجي على طول. شكرا يا استاذه جمالات، تسلمي. شكرا على مداخلتك الحلوه دي والطاقه الايجابيه والصوت القمر ده، واديتي دفعه للناس اللي عايزه تخس، وشاركتي في هاشتاج الدلع الخيري كفاعله، واديتيهم دفعه. احنا لسه ما خدناش قرار ان احنا ننزل في الوزن. الكبسوله دي حارقة وخارقة وسادة للشهية، ومزود سرعة حرق، وبننزل ميزان وبننزل مقاسات بشهادة المجربين والحالات والأبطال. طب في صور لسه جاية طازة من الفريق الطبي لحالات، يلا تعالوا نتفرج عليها ونشوف أبطالنا وأبطال كورس وان سليم خسوا قد إيه في وقت قد إيه. معانا الحالة الأولى دي من الحالات التانية، بطلة خست 30 كيلو في 3 شهور. يعني البنات والستات اللي لسه قاعده زي قعدتها اللي على اليمين ومكسوفه من شكل جسمها ومش عارفه تلبس ايه وعايزه تخس عدد الكيلوات ده، 30 كيلو في 3 شهور، فرصه ليكي النهارده تطلبي عرض الصحاب لو انت وصاحبتك، تطلبي عرض الكومبو بخصم 60%. وصلك 8 منتجات، 8 كورسات في عرض الكومبو، تقريبا 8 الكبسوله او يعني في اليوم الواحد ما تعديش 11 جنيه، في عرض الصحاب ثمنها تقريبا 7 جنيه. يعني انت وصاحبتك كده 14 جنيه في اليوم، تلاقي نفسك جبتي عرض الصحاب. تعالوا نشوف تاني حاله او تاني بطله. نزل 18 كيلو في شهرين. متخيلين الرقم؟ احنا متخيلين الرقم، متخيلين الصوره، ومتخيلين المداخلات اللي على الهواء. متخيلين الضيوف. لما انا كان معايا ضيوف بنات واولاد وشباب وكبار سن، استاذه هاني، انا كل مره بقول اسماء الناس اللي كانت معايا، عم سيد والحاج محمد والثلاث شباب اللي كانوا موجودين، محمد واحمد وسلوى، ده شباب كمان نزلت في الوزن، وهدير وسندس وهاله، كل دول حالات خست بكورس وان سليم. ما اكتفوش بان هم يحطوا صورهم، قالوا لا احنا عايزين نطلع البرنامج وعايزين نتكلم عن قصه نجاحنا، ان قدرنا نخس، وهنجيب صورنا قبل وبعد عشان
بس يكسبوا ثواب الدلع الخيري كفاعله، عشان لما حد يسمعهم ويشوفهم ويجرب المنتجات ويخس يدعوا لهم ويدعوا لنا ويقولوا اه والله ده لولا ان سندس انا شفت حالتها وشفت هي خست قد ايه، ده مدام هاله. ولما بتلاقي حاله مشابهه زي حالتك بتديك قوه بتديك اراده زي كده دايما، اللي هو اسال مجرب، عارف المجرب دايما تحس اللي هو لا يا عم، اللي ايده في الميه مش زي اللي ايده في النار، مريض السمنه مش زي اللي بيعد رشيق وعمال يتكلم عن الرشاقه، هو كان جرب عذاب السمنه ولا شاف مشاكل مرضيه ولا كان شاف ادويه ولا كان شاف مش عارف يوطي يربط رباط الجزمه، يا اخي ده انت مش شايف عنقنا. لكن لما اجيب مريض سمنه زيي واشوف ويقول لي لا ده انا خسيت، ده انا كسبت صحتي، ده انا حصل لي 1 2 3 4، هصدقه على طول وامشي وراه، لان كمان اللي بيدعمنا دايما وبيقوينا ختم النسر. اختار هيئه وسلامه الغذاء اي منتج من المنتجات الموجوده هنا على التيبل. انا دلوقتي طالعه بعرض الكومبو، ده عرض الكومبو اللي مرصوصه الرصه الحلوه اللي على الترابيزه دي، عرض الكومبو اللي هو خصم كام؟ 60%. عرض المكثف اللي بتحلم تنزل مش اقل من 25 كيلو في 3 شهور، عرض المكثف. طب انت وصاحبتك عايزين تنزلوا، كل واحده طول لو طلبت عرض المكثف لوحدها هتدفع اكتر من عرض الصحاب، يبقى انتوا الاثنين خدوا عرض الصحاب، هو عباره عن دبل للعرض المكثف بس بسعر اقل بتكلفه اقل، بنشجع الصحاب مع بعض. احنا كمان بناخد خير في هاشتاج الدلع الخير، يعني عرض الصحاب بخصم 70% هيوصلنا 13 كورس علاجي، منهم 8 كورسات ادويه للمنتجات التخسيس وستة كمان برضو أدوية مالتي فيتامين الشعر والبشرة وأقراص فيتامين د وكريم شد الترهلات وكريم العظم المسجل اللي بينشط الدورة الدموية، مضاد للالتهاب مضاد للتورم والالتواءات، لأنه مدعم بالبيبرمنت أويل والكاستر أويل والكلافسيد أويل، ده مواد فعالة هيئة الدواء المصرية قالت انها موجودة في المنتج، ادت اختار، ادت ختم النسر، يعني الاختار ده ما بيطلعش او اختار التسجيل ده لاي منتج وخلاص، لازم يكون عدى على مراحل من التحاليل والتجارب وقياس المادة الفعالة والكونسنتريشن والتركيز بتاعها. عرض الصحاب بخصم 70% نلحق بسرعة، الكمية محدودة جدا في المخزن، ارقام التليفونات لو مشغولة لو مش عارفة اوصل لحد من الفريق الطبي رسالة الواتساب في ثواني بيرد عليكم الفريق الطبي المتخصص اللي قاعد على الواتساب، او من خلال صفحتنا على الفيسبوك لو عايزين تتفرجوا على الحالات والضيوف اللي كانوا معايا في برنامجي ونوروا كمان برامج تانية وكانوا معانا وقالوا احنا ابطال كورس وان سليم، احنا قدرنا نخس، احنا كان عندنا ارادة والكبسولة كانت بعد فضل ربنا كانت السبب في نزولنا في الوزن. كبسولة طبيعية موجود في اختار هيئة وسلامة الغذاء، انها امنة على جميع الفئات العمرية، امنة على الاطفال من سن البلوغ من سن 12 سنة، امنة كمان على مرضى الامراض المزمنة، مريض ضغط انت لما هتنزل في الوزن حالتك الصحية هتزيد، مريض سكر حالتك الصحية هتتحسن، لو انا عندي مشاكل خشونة الركبة ومش اول حاجة بيقولها لك دكتور العظم خس، لو عندي مشاكل بنات في سن صغير عندها اكياس دهنيه على المبيض عايزه تتخلص من الدهون او الاكياس الدهنيه على المبيض ما هي لازم تخس، يبقى كبسوله وان سليم هتساعدك هتحسن حالتك الصحيه هتخفي الاكياس الدهنيه وهتنزلي كمان في الوزن. ده عرض الصحاب، قلنا عرض 70%، عرض الكومبو بخصم 60%، 4 منتجات عليهم 4 منتجات هديه، يعني 4 كورسات علاجيه عليهم 4 كورسات هديه بخصم 60%، ده في عرض الكومبو. ده لكل الناس اللي زايده اكتر من 20 كيلو، دايما اللي بنسميهم الناس اللي هي الاوبيز، لكن الناس الاوفر ويت اللي هي عندها زياده طفيفه في الوزن ما بين 10 ل 20 كيلو، افضل عرض ليها النهارده وكورس علاجي هو عرض الثلاث شهور بخصم 50%، وهنا 3 كورسات تخسيس عليهم 3 كورسات هديه، البشره وكريم شد الترهلات وكمان اقراص فيتامين د. الشحن والمتابعه زي ما سمعتوا من الاستاذه جمالات قالت الشحن والمتابعه مجانا، كل حاجه جات لي مجانا، بتابع الفريق الطبي مجانا، بعت لهم رسائل مجانا، بتواصل معاهم طول الوقت على مدار 24 ساعه مجانا، يعني استشاره وكشف مع فريق طبي متخصص مجانا، وانت قاعد في البيت من غير ما امشي ولا اتحرك عشان ما اضيعش وقتي مجانا. ما عليك غير انك انت تطلب ارقام التليفونات وتحجز عرض النهارده الخاص ببرنامج صحتك وبس، وتاخدوا الكبسوله الصبح قبل الفطار من الساعه 8 ل 10 واحكي لي خسيت قد ايه، واحكي لي عدد ساعات الشبع، واحكي لي ايديك اللي كانت بتلعب كده وتجري بالليل على الثلاجه ونطلع الاكل ونطلع الجانك فود ونطلع الشوكليت ونعمل في العصاير قلت قد ايه. ودايما ما تنسوش التعليمات اللي انا بقولها والاحتياطات والخلطات، لو انتوا عايزين تزودوا سرعه حرق او عايزينها نبقى مور ادفانسد، عايزه تزودي اكتر نزولك في الوزن. فقره حراميه السوشيال ميديا، الفريق الطبي بيبعت لنا وبيراضينا بس احنا ما بنكتفيش، برضه لازم استاذ محمد ينزل كده يلف له لفه ويشوف الفريق الطبي اولا
بيرد في نفس الوقت زي ما بيقولوا، ورأي العملاء ايه في المنتج، والناس الحالات اللي لسه بتخس لكن في مرحلة لسه فقدان الوزن. عايزين نشوف اول ريفيو من العملاء. دكتورة ليلى معاها حالة خست 16 كيلو. بقول لك تسلم ايدك والله العظيم يا استاذ محمد، تسلم ايدك. 16 كيلو في شهر، هو حد بيسمعني ده عماله تقول لها ده حلو جدا وده انا مبسوطه والله العظيم في ستات بيبعتوا زغاريد في فويس ريكورد، انا نفسي اشغل لكم الريكوردات دي بس في حلقه هنجمعها. كان وزنها 128 كيلو وقدرت تبقى 112 في شهر، تخيلوا اقل من شهر، من 128 ل 112. الله اكبر، وربنا يتم عليها دايما كده الصحه وتكمل وتنزل للوزن اللي بتحلم بيه. تعالوا نشوف تاني ريفيو. دكتور يوسف الحالة اللي معاه خست 34 كيلو، 34 كيلو في 3 شهور. متخيلين الرقم؟ متخيلين انتوا ممكن تبقوا مرضوا من احدى ابطال كورس وان سليم تقدروا تحققوا المعادلة دي؟ ايه ده بجد يا دكتورة سارة؟ والله العظيم تقدروا. كل دي حالات حقيقية من ضيوفنا اللي موجودين. امبارح كان معايا ضيفة خست 15 كيلو، شابة خست 15 كيلو في اقل من شهرين. تعالوا نشوف كمان اخر ريفيو، راي من اراء العملاء. دكتور احمد معاه حاله خست 5 كيلو في 15 يوم. الحاله دي اصلا ما كانش عندها زياده في الوزن كبيره، يعني الحاله دي زايده اصلا 7 كيلو، فهو كان بيحلم بنزول ال 7 كيلو على مدار سنه. قدرنا في اقل من شهرين انه يوصل للوزن المثالي. لو انتوا شايفين سكرين شوت بتاعت الواتساب كويس، هتلاقوا مجرد العميله ما بتكتب بيتم الرد على طول. وفي كمان بعض السكرين شوت واراء العملاء ان دايما الفريق الطبي هو اللي يبتدي. الدكتورة الفريق الطبي ايه يا استاذه شيماء؟ يا استاذه منال انت ما بعتليش النهارده، احنا مستمرين على الكبسوله ولا لا؟ اوعي تنسي. اخبار يومك ايه؟ بتاكلي؟ اوعي تكوني بتاكلي حلويات كتير، لا مش عايزين نكتر من كذا. طب يومك كان ايه؟ ده في حالات كانوا بيصوروا الاطباق وريهم هم بياكلوا ايه. تعالوا نفتكر اخر عروض، لان احنا هنطلع فاصل بعد دقايق عشان هيشرفني دكتور محمد عبد العظيم اخصائي التغذيه العلاجيه وهو صيدلي، وكمان هيكلمنا عن بعض اسرار التغذيه العلاجيه، نقوي مناعتنا ازاي، ايه اللي ناكله لاولادنا عشان شعر وبشره وجسم سليم، ودايما بنقول العقل السليم في الجسم السليم، وهنساله ايه هي كمان الاطعمه او الاكل اللي نقدر نعمله لاولادنا عشان يزود لهم التركيز والذكاء، لان للاسف امهات اليومين دول عماله تقول انا ابني ما بيركزش، ده انا ابني عنده ضعف في الذاكره. ازاي طفل عنده ضعف في الذاكره؟ لازم نبقى عارفين كده ان احنا التغذيه بتاعتنا مش مظبوطه. العروض تاني، عرض الصحاب بخصم 70% وصلكوا 13 كورس علاجي منهم 8 كورسات تخسيس وعليهم 6 كورسات هدايا من كريم شد الترهلات ومالتي فيتامين وكمان كريم البشرة، وهتقسموا الهدايا على بعض، يعني عرض الصحاب ما مزعلش حد. وعرض الصحاب أكبر نسبة خصم وكمان أكبر عدد كورسات وأكتر عدد من الهدايا. تعالوا نقول عرض الكومبو او عرض المكثف بخصم 60%، وهنا 4 كورسات علاجيه للتخسيس عليهم 4 هدايا، والشحن والمتابعه مجانا. خصم ال 50% عرض ال 3 شهور ده مخصص للناس اللي عايزه تنزل في الوزن ما بين 10 ل 15 او 20 كيلو، يبقى هنا بس هنطلب خصم ال 50% او كورس ال 3 شهور، هيوصلكم 6 منتجات منهم 3 منتجات علاجيه للتخسيس وعليهم 3 هدايا. الشحن والمتابعة مجانا على نفقة برنامج صحتك وبس. معانا الدكتور الصيدلي بعد الفاصل، ما تروحوش لأي محطة ولا أي برنامج، دقايق وهرجع لكم تاني عشان هنقول لكم معلومات مهمة جدا في فصل الشتاء عشان نقوي مناعتنا. فاصل وارجعوا لي. خلال دقايق وهنرجع مع دكتور محمد عبد العظيم صيدلي وخبير تغذيه علاجيه، عشان رجعنا فصل الشتاء وداخلين عليه من دلوقتي ببرد، احنا جايين من الصيف بالبرد وفيروسز وعدوى بكتيريه وعاملين مشاكل وفي قلق في بيوت مصريه كتير. يمكن يسرى كمان قاعده بتعطس في الاستوديو، فانا قلت لها ثواني بس دكتور محمد النهارده هيعمل لنا وصفات وهيقول لنا شويه احتياطات عشان نزود المناعه. منورنا يا دكتور محمد. ربنا يخليك، حضرتك منور الدنيا كلها. الله يخليك، تسلمني. طبعا انت عارف في سيزون المدارس والولاد بتروح تجيب العدوى وتنقلها لبابا وماما والبيت، والبيوت تفضل بيبقى فصل ما يعلم به الا ربنا، تقريبا بنبقى كلنا بنتكلم كده، يعني ده ما بيبقاش شغال. عايزينك تقول لنا شويه احتياطات كده او شويه معلومات الناس تعملها في البيت او خلطات حتى تعملها في البيت عشان تقوي المناعه عند الاطفال وعند الكبار.
انا بس مبدئيا كده قبل اي حاجه المناعه لازم الناس تعرف يعني ايه مناعه سريعا. هي عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه من الاعضاء والانسجه والخلايا ماشي، وظيفتها كلها اللي هي تحمي جسمنا من اي جسم غريب زي فيروس او بكتيريا. تمام. حلو. طب احنا امتى نعرف، عشان امتى نعرف ان انا مناعتي ضعيفه او مناعه طفلي ضعيفه، عشان ابدا ان انا اعزز له المناعه دي؟ بيظهر عليه عرض مهم جدا اللي هو لو اتصاب باي عدوى او التهابات بتبقى عدوى متكرره وفترتها طويله. يعني مثلا ما يجيش انا اتصاب بشويه برد مره في الموسم واقول انا مناعتي ضعيفه فانا محتاج بقى اعزز مناعه واكشف واعمل وبتاع، لا عادي جدا. بس لو مثلا اتصبت اكتر من مره، ثلاث اربع خمس مرات كده وبتاع، لا انا كده مناعتي ضعيفه محتاج ان انا اعزز المناعه دي. بس طب يعني طب ايه الاجراءات اللي ممكن اعملها؟ اول حاجه في شويه عادات لازم تكون ارسخها وتترسخ في بيوتنا كلنا سواء بقى كبار او صغيرين. ايه هي؟ النوم الصحي. ماشي. النوم ده مهم جدا. ده مهم جدا جدا. انا بشوف دلوقتي اهالي بتربي ولادها انها بيناموا بعد المدرسه والولاد تلاقيه مطبق، بتاع طفل مطبق. ايوه. والتليفون ده كل ده غلط تماما. والتليفون، النوم جنب التليفون؟ اه طبعا. واشعه الموبايل كل ده بيعمل بيأثر على نومنا الصحي، بيخلينا نسهر ويخلي الهرمون المسؤول عن النوم ما يطلعش بصوره طبيعيه. طب ده حلو جدا. ده في ناس بتنام على التليفون والله العظيم، تلاقيهم بيعملوا براوزنج، اللي مشغل بقى تيك توك واللي مشغل مش عارفه يوتيوب واللي مشغل سوشيال ميديا عشان يروح في النوم، يوم يلاقي الموبايل جنبه في حضنه وفي فيديو شغال. ايوه دي حاجات خاطئه. طب وايه تاني؟ احنا نبعد عن الموبايل اصلا قبل النوم بساعه ولا حاجه، وننام من فتره من الساعه من 10 ل 11 بالليل عشان ناخد الساعه البيولوجيه وجسمنا يستفاد بالنوم ده، بالنوم الصحي. تمام. النوم، نلعب رياضه تقوي المناعه. طبعا. حاجه كويسه جدا جدا يعني، واهم شيء اللي احنا التغذيه دي مهمه جدا في حوار يعني تقويه وتعزيز المناعه. التغذيه نبعد عن الاكل ضار، نبعد عن الاكل اللي هو الوجبات السريعه، كوليسترول الضار، كل دي حاجات بتودينا في داهيه واحنا مش حاسين. والله انا ريقي نشف في البرنامج ده، كل ما اشوفهم الصبح واتقول لهم برنامج صحتك وبس، يا جماعه الاكل الجانك فود مش مهم، الفرايد فود، ودي بيعمل مشاكل صحيه ده، حتى كمان مش عشان المناعه، ده مشاكل صحيه، ارتفاع ضغط الدم وكوليسترول. قص بيعمل كوارث طبعا على المدى البعيد، بيودينا في داهيه حرفيا. فاحنا لازم نرسخ المبادئ دي ونعلم ولادنا عليها ونعلمهم فعلا ايه يعني اللي هو يتعلموا اللي هو الاكل الصحي ونديهم اكلهم، نديهم مكافآت نظام المكافآت مع الاطفال بتجيب نتيجه حلوه. بالظبط كده. وكمان نعلمهم النظافه الشخصيه. طبعا. عادي جدا لما مثلا ابني يروح المدرسه اقول له خد معاك الصابونه دي واغسل ايدك كويس قبل ما تاكل السندوتشات دي يا حبيبي، خلي معاك الصابونه دي، اغسل ايدك وكده عشان الفيروس. اصلا ايه العازل بيننا وبين بين البيئه الخارجيه؟ هو الجلد يعني جلدنا والايدين بالظبط، والاكل اللي احنا بناكله ده احنا بندخله جسمنا، احنا بايدينا بنعمل اتصال بالبيئه الخارجيه بايدينا. فانا ناخد بالنا نغسل ايدينا كويس جدا، نحافظ على نظافتنا الشخصيه ونقلل من اختلاطنا بالناس اللي فيها اللي عندهم عدوى. يعني برضو انصحه، خلي بالك زميلك لو بيعطس بيكح او حاجه زي كده، لا خد منه جنب عادي. يعني خد جنبه، مش لازم تقرب منه قوي، تلعب معاه قوي والكلام ده. ده بياكلوا مكان بعض، تلاقي الولاد بتعمل شير في الخير في اللانش بوكس، انت مامتك بعتها لك النهارده، انت مامتك بعتها لك ايه؟ عارف تحس فيها صعوبه. ونعمل غديوه وبتاع. ايوه بالظبط. كل ده والله بيحصل. لا لا. يعني كده الديش بارتي، الناس اللي بتبقى فرحانه انا ابني عنده ديش بارتي في المدرسه وفلانه بعتها طبق ومش عارفه مين بعتها حلويات، مش ده غلط؟ غلط طبعا. انا مش فاهمه ايه الثقافه دي، ده بيتعمل لها حفل الديش بارتي. أنا ايه ده؟ غلط طبعا. ماما انا عندي ديش بارتي النهارده، ديش بارتي ايه يا ابني ده؟ اللي هو اعملي لنا حاجه، تلاقي بقى ام ياسين عامله طبق وام يوسف عامله طبق. طب يا دكتور احنا عايزين نعرف ايه هي الفيروس المنتشره دلوقتي؟ بص هو دلوقتي احنا في فصل الخريف وداخلين على فصل الشتاء. فصل الخريف والشتاء هو طبعا الفيروس المعتاد المعظم عارفه، هو فيروس الانفلونزا او الانفلونزا الموسميه. خلاص هي احنا داخلين عليها، وحاليا اهو ممكن اكون مثلا دلوقتي بكلم حضرتك وعندي برد عادي، انا حاسس اني داخل على دور برد كمان فعادي. فدلوقتي حاسس بقوه مناعتك، طالما حاسس يبقى الحق نفسك. بالظبط. بحاول والله. طب هو السؤال، فتره حضانه يعني في ناس بقى بتعمل ايه؟ انا قعدت معاها امبارح فعطست في وشها، ثاني يوم هي جالها برد، انت عادتيني. لازم يعرفوا ان في فتره حضانه للبكتيريا او الفيروس، يعني ترجع بقد ايه لورا تشوف انت عملت ايه غلط او مين اللي عداك. بالظبط كده. يعني اسبوع او اسبوعين. صح. مش تقول لي يوم، لا في يوم تقول لي ايه ده على فكره انت عادتيني امبارح، مش انا والله. لا لا. يبقى العدوى قبلها باسبوعين، لان بيبقى في حاجه اسمها فتره حضانه البكتيريا او الفيروس ده في الجسم. بالظبط كده. طب واحنا نلحق نفسنا قبلها باسبوعين ازاي؟ احنا بقى نلحق نفسنا اصلا في بدايه الموسم قبل ايه؟ قبل الانفلونزا، ان احنا نحصن نفسنا ونبقى جاهزين، يجي مثلا جاهزين ان احنا نحارب العدوى دي ازاي؟ في مثلا مصل في المصل الفاكسينز منتشره المستشفيات العامه وفي كل الصيدليات حاليا موجوده وعليها اوفرز في كل الدنيا، فهو اصلا بيشجعه ان احنا ناخد الفاكسين دي نحمي نفسنا.
دي حاجه كويسه جدا للاطفال وللكبار من عادي من كل الاعمار يقدر ياخد الفاكسين، وهتساعدنا ان احنا نقاوم اي عدوى. او بس في بس ايه، انا حابب اوضح نقطه هنا مهمه جدا. ان انا اخد فاكسين ده مش معناه ان انا مش هيجيلي برد. ايوه دي نقطه مهمه جدا بسمعها. انا جالي برد ليه؟ ده انا لسه واخد الفاكسين في اول الشتاء. لا لا خالص، انا دلوقتي عايز اوضح ايه اللي انا خدت فاكسين عادي جدا العرضه اللي يجيلي برد، ولكن بمعدل اقل. ولو جالي برد الاعراض هتبقى ضعيفه ماشي، وفتره البرد او فتره العدوى دي هتبقى اقل، فانا كده حصنت نفسي بالظبط. بس كده لا احنا عندنا هنا طالما اديتني الفاكسين انا لو شفت التلات شهور ريحه البرد يبقى الفاكسين مش شغال، يبقى مضروب. طب دكتور في سؤال مهم جدا عن السمنه، انت عارف ان احنا هنا برنامج صحتك وبس بنغطي كل نواحي الصحه حتى الصحه النفسيه ان شاء الله. فعندنا مشكله السمنه وعند الاطفال، يعني السمنه عند الكبار والاطفال، وبقى في تنمر، بقى في بلاوي كده، لقينا السمنه كده فجاه بقى في اويرنس للنيوتريشن او للتغذيه العلاجيه. انت رايك ايه في قصه السمنه؟ بص الموضوع مهم جدا، السمنه ده باب كبير، ده درسناه كتير قوي، ده اتكلم فيه لتاني الصبح. بس ايه، بس السمنه كاطفال ولا عند الكبار هو بتبقى من نبع من الام والاب، يعني بالذات الام لان هي ماسكه في البيت. فالام لو هي عندها حته الاكل مش واخده باله منها، يعني مش واخده بالها كويس قوي من الاكل، باكل الواد ازاي ونظام الاكل والكلام ده كله، ولادها هيطلعوا عندهم سمنه زيها بالظبط اكيد، واكيد جوزها برده عنده نفس الكلام. فاحنا الموضوع ده لازم نخلي بالنا منه. بس في ناس بيبقى عندها هايبر ثايرويديزم، لو هي عندها نشاط في الغده الدرقيه ظلمت بيت بسبب هي عندها نشاط في الغده الدرقيه. بس انا شفت ده، يعني انا واحده صاحبتي اولادها انا بشوفهم بقول لها حرام عليكي انت نفخاهم وهي كده، لان هي بتاكل كتير جدا بتحرق كتير وبتحرق كتير جدا، فهي لما بتاكل كتير بتاكل عيالها كتير، بس ده اختلاف غده درقيه. احنا عايزين نقول لهم بس حتى التغذيه العلاجيه فكرهم بالهرم الغذائي، قول لهم يبقوا ايه في الطبق، ايه اهتمي بايه يا ست الكل لابنك. لا لازم تاخد بالها. وبرده عشان نوضح برده ان السمنه دي كارثه ليها مشاكل كتير، ممكن اوضحها دلوقتي او ممكن اوضحها بعد ما اجاوب سؤال حضرتك اللي هو ازاي نهتم، او بشكل بسيط قوي ازاي نبدا يومنا مثلا بشكل صحي. ماشي. هو نبدا يومنا بشكل صحي ان وجبه الفطار دي اهم وجبه في يومنا، لازم كله يبقى عارف وجبه الفطار دي مهمه جدا جدا، على الاقل ندخل فيها بروتين، ابسط انواع البروتين ممكن ندخلها، ممكن ندخل بيضه بيضتين نسلقهم، وناخد بالنا من مده سلق البيض برضو مهم جدا، مع ان معلومات هي بسيطه بس هتفرق كتير. مهمه. يعني سلق البيضه بيبقى من 6 ل 8 دقائق، اكتر من كده انا مش هستفاد بالبروتين زي موجوده في البيض خالص. انا كده هدخل بقى في الكوليسترول الدار، والكوليسترول الدار ده هيدمر ايه؟ هيدمر الدنيا. بس فطبعا ندخل البروتين، ندخل الخضروات، وناكل نشويات، بس نركز على النشويات المعقده، كربوهيدرات معقده زي مثلا الرز، زي ال اسمه ايه الشوفان. كل ده هيساعد معانا ان احنا ايه الاكل ده بقى نستفاد منه على فتره طويله، يدينا سد شهيه على فتره طويله، ويدينا طاقه ممتده معانا طول اليوم، ويساعد معانا على الحرق طول اليوم. تمام. كذلك وجبه الغداء، برده وجبه الغداء مهمه، بس مش لازم ايه ان انا ادب قوي في الاكل في الغداء، لا برده ان انا اركز ان انا ادخل بروتين وانوع، ممكن ادخل بروتين نباتي عادي جدا، وببقى عارف ان البروتين النباتي مش ولا اقل اهميه ولا حاجه، ده كمان في قيمه اعلى من البروتينز في حيث الايه؟ من قيمه البروتين مقارنه بالبروتين الحيواني. ده حقيقي. فبيدينا برضو البروتين بنسبه عاليه. برضو ادخل البقوليات معايا في الغداء ماشي؟ الحمص وغيره والفاصوليا، كل دي فيها بروتينز. حلو. واركز على النشويات برضو معقده تاني. وجبه بقى العشاء دي هنا بقى تركيه ممكن تساعدنا ان احنا ايه؟ نحافظ على الفيت بتاعنا. ينزل في ايوه الوز. نحافظ ابقى فيت كده وبتاع. حافظ على 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 نشاطه جسمي. وجبه العشاء مهمه جدا هتاثر معايا دي. ان انا ما دبش فيها بقى، دي اهم وجبه ان انا ما دبش فيها، انا هادي خالص. فاكهه، خضار خفيف، زبادي، اصل في ناس وجبتها افطارها وغداها هي وجبه العشاء. لا ده. ودي بيوت مصريه كتيره جدا. دي مشكله كبيره دي. والله العظيم بشم ريحه محشي بالليل الساعه 11 بالليل، انا ببقى قاعده كده في العماره، لا والله انتوا بتتكلموا بجد، محشي دلوقتي تشم ريحه طشه ملوخيه. اصل انا تعمل ايه بقى مع اصلي، انا جوزي موظف حكومه وما اعرفش بيجي لي الساعه كام وبيشتغل شغلانتين، فبيدخل البيت الساعه 11 12 هاكله ايه؟ ما لازم ياكل من اكل الولاد. بالظبط كده معظم ده هنعمل ايه؟ بالظبط. هما واحد راجع من الشغل وتعبان قوي وجعان وما اكلش اصلا في الشغل، فجاي بقى عايز يدب بقى ايه؟ ياكل بقى الاكل قدامه، بينام جنب الاكل. ايوه ياكل وينام. ايه؟ ياكل وينام. هوب يصحى تاني يوم الصبح تلاقي ايه؟ كرشو ماشي، وقولون. ايوه، وامساك مزمن، ومزاج سيء، وحموضه، مزاج سيء. بص موضوع المزاج ده بس، فالوجبه دي هتاثر على مزاجه تاني يوم الصبح كمان. يصحى نفسه مزاجه متعكر كمان، مره مع مره مع مره خلاص كده دخل في سمنه خلاص.
في سمنه بقى، وما ادراكي بقى ما كوارث السمنه ممكن نقولها بقى، يعني بتعمل مشاكل كتير. ايوه انا عايزه ابقى تقول لهم، انا بقولها لهم والله كل شويه، بس اقول لهم مخاطر السمنه ايه، عشان في ناس فاكره اصل ده لا الراجل اللي من غير كرش ده زي جوجل من غير سيرش. أو والله العظيم بقول لهم ايه ده ازاي يعني، إيه لا ده العز، ده مش عزه، ده عز بابوه، ولا نسيتي يا ماما، يعني يا جماعه السمنه مش عز، دي مرض. متفق معايا ان هي مرض؟ طبعا مرض. هم ما بيقولوش انها مرض، ايه ده هو السمنه مرض؟ ايه المرض؟ انا مش عيان. لا انت عيان. لا لا مرض، مرض ولازم ناخد بالنا منه، لازم نعرف اللي هو بتعمل، بتدخلنا في ازمات قلبيه، وطبعا مفيش اخطر من كده، ازمات قلبيه ونوبات قلبيه، وده بسبب الكوليسترول، الكوليسترول الضار اللي بيتراكم في جسمنا يعني دون غير صحيه، وفجاه ضغط يعلى، وممكن يدخل في ازمه دماغيه طبعا. خلاص ما فيهاش فيها رجعه دي. والبنات تكيسات دهنيه، والجهاز العظمي مش عارفين نمشي على ركبنا، ولا عنده تيبس ما اعرفش في الفقرات نتيجه السمنه بالزبط. كل الدكاتره لو دخلت دكتور بطنه يقول لك اصل انت عندك مرض الضغط بالسمنه، مرض السكر بتاعك يا حاج تيب 2 اصل ده من السمنه، تخش على دكتور الجاينه حتى امراض النساء انت عندك يا بنتي تكيسات دهنيه على المبيض، هي اللي عامله لخبطه الهرمونات. واحده متجوزه عندها حلم الانجاب اتاخر، اصل انت عندك تكيسات دهنيه من انت وانت صغيره. تحس ان احنا هو فعلا فكره كنا دارسين الاوبيزيتي يعني هي 80% المية من الإصابة من الأمراض المزمنة. صح، ده فاكتور مهم جدا بيأثر على كل الأمراض يعني. صح، احنا للأسف آخر محطة في برنامج صحتك وبس، والقطر بيجري بسرعة معايا في البرنامج، بس دي مش أول حلقة ولا آخر حلقة، احنا محتاجين نقعد كتير في أسئلة كتير، لسه ما دخلناش في الشعر والبشرة وتفيدنا في حاجات كتيرة للعناية كمان بالشعر والبشرة والمنتجات اللي تستعملها والتغذية العلاجية. تنورتني يا دكتور محمد وفدتنا. انا والله سعيد جدا ان انا معاكم هنا في البرنامج النهارده. شكرا شكرا للدكتور محمد عبد العظيم، يا رب تكونوا استفدتوا بمعلومات عن التغذيه الصحيه السليمه، وعرفتوا مخاطر السمنه وسمعناها من دكتور محمد، وهتفضلوا نسمعها لكم كتير في برنامج صحتك وبس، لكن للاسف اخر ثواني في برنامج صحتك وبس، استنوني كل يوم من السبت للخميس الساعه 2 والعاده الساعه 4 على قناه صدى البلد 2، برنامج صحتك وبس مع دكتوره ساره المهدي، سبتكم في رعايه الله.